الرزونا حظنا الحظ علمنا حبرنا هو المجد للعلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معي هنا في معهد الحرز عائشة وأبوها. عائشة قد أتقنت كتاب الله تبارك وتعالى وهي دون العشرة، ثم بعد ذلك حفظت متن القطربية، وقد قرأت علي خواتم القرآن بقراءة الإمام ابن كثير وكذلك قراءة الإمام عاصم النجود رحمهما الله. واليوم ستقرأ علي متن الحائية للإمام ابن أبي داود السجستاني رحمه الله. We welcome our brothers all around the world. I have Aisha Umm al-Mu'mineen and her father. We hope and pray that Almighty will shower His mercy and blessing upon His family. Allahumma ameen. Aisha had memorized Quran, and after that she also memorized matn of Imam al-Qutrub, known as Qutrubiyya. And she had read the end of Quran or the last portion of it based on qira'ah of Imam Ibn Kathir and Imam Asim al-Najudi. Today I will listen to her qira'ah of Ibn Kathir insha'Allah ta'ala, and also the matn of Imam Ibn Abi Dawood known as Ha'iyya insha'Allah. Umm al-Mu'mineen, recite the beginning of Abbas based on qira'ah of Ibn Kathir. A'udhu billahi min ash-shaytanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Abasa wa tawalla an ja'ahu al-a'ma wa ma yudrika la'allahu yazzakka أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. How does Imam al-Bazzi recite فأنت عنه تلهى؟ فأنت عنه تلهى. طيب. Who recites وفتحت السماء فكانت أبوابا؟ ابن كثير أو إمام حفص؟ إمام ابن كثير. What is the proof from شاطبية؟ وزد تأمرون النون كهفا وعم خفه فتحت خفف وفي النبأ العلى. وفي النبأ العلى وفتحت ما شاء الله بارك الله فيك. وما أدراك ما يوم الدين. إمام ابن كثير recites وما أدراك ما يوم الدين. But شعب recites وما أدريك. What is the proof from شاطبية؟ شفى صادقا حميما مختار صحبة وبصر وهم أدراه بالخلف مثلا. How does شعب recite إنها عليهم مؤصدة؟ إنها عليهم مؤصدة. What is the proof for مُقصَدَة مُصَدَة in شاطبية؟ وَمُصَدَةً فَهْمِزْ مَعًا عَنْ فَتَنْحَمَة. بارك الله فيك. I will test you from what you already memorized, just to review real quick from قطرب. إن شاء الله تبارك وتعالى. الجد والد الأبي والجد ضد اللعب. نعم. الجد والد الأبي والجد قد اللعب والجد عند العربي البئر ذات الخرب. بارك الله فيك. العرف ريح طيب. العرف ريح طيب والعرف صبر يندب والعرف أمر يجب عند ارتكاب الذنب لجنة قل لمة وشعر رأس لمة وجمع ناس لمة ما بين شخص وصبي. ملأ دمعي حجري. ملأ دمعي حجري وقل فيه حجري لو كنت كابن حجري لو طاع مني أدبي. بارك الله فيك. الغمر ماء غزورا. الغمر ماء غزورا والغمر حقد سترا والغمر
ذو جهل سرى فيه ولم يجرب. طيب, now it's time for what we are here for today. So alhamdulillah, the reason why I review with you so that to make sure that you secure them well. Barakallahu fiki. Insha'Allah, we will begin Al-Hadiyya for Imam Ibn Abi Dawood in Aqidat Ahli Sunnah wal-Jama'ah, Insha'Allah. قال الإمام ابن أبي داود الحافظ رحمه الله تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تفلح. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تفلح ودم بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح وقل غير مخلوق كلام مليكنا بذلك دان الأتقياء وأفصح ولا تك في القرآن بالوقف قائلا كما قال أتباع لجهم وأسمح ولا تقل القرآن خلق قراءتان فإن كلام الله باللفظ يوضح وقل يتجلى الله للخلق جهرة كما البدر لا يخفى وربك أوضح كما البدر لا يخفى وربك أوضح وليس بمولود وليس بوالد وليس له شبه تعالى المسبح وقد ينكر الجهمي هذا وعندنا بمصداق ما قلنا حديث مصرح رواه جرير عن مقال محمد فقل مثل ما قد قال في ذاك تنجح رواه جرير عن مقال محمد فقل مثل ما قد قال في ذاك تنجح رواه جرير عن مقال محمد فقل مثل ما قد قال في ذاك تنجح رواه جرير عن مقال محمد فقل مثل ما قد قال في ذاك تنجح وقد ينكر الجهمي أيضا يمينه وكلتا يديه بالفواضل تنفح وقد ينكر الجهمي أيضا يمينه وكلتا يديه بالفواضل تنفح وقل ينزل الجبار في كل ليلة بلا كيف جل الواحد المتمدح بلا كيف جل الواحد المتمدح بلا كيف جل الواحد المتمدح إلى طبق الدنيا يمن بفضله فتفرج أبواب السماء وتفتح يقول ألا مستغفر يلقى غافرا ومستمنح خيرا ورزقا فأمنح ومستمنح خيرا ورزقا فأمنح روى ذاك قوم لا يرد حديثهم ألا خاب قوم كذبوهم قبحوا وقل إن خير الناس بعد محمد وزيراه قرما ثم عثمان أرجح ورابعهم خير البرية بعدهم علي حليف الخير بالخير منجح وإنهم والرهط لا ريب فيهم على نجب الفردوس في الخلد تسرح سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر فهر والزبير الممدح قل خير قول في الصحابة كلهم ولا تك طعانا تعيب وتجرح قل خير قول في الصحابة كلهم قل خير قول في الصحابة كلهم ولا تك طعانا تعيب وتجرح قل خير قول في الصحابة كلهم ولا تك طعانا تعيب وتجرح فقد نطق الوحي المبين بفضلهم وفي الفتح آي في الصحابة تمدح وبالقدر المقدور أيقن فإنه دعامة عقد الدين والدين أفيح وبالقدر المقدور أيقن فإنه دعامة عقد الدين والدين أفيح والدين أفيح دعامة عقد الدين والدين أفيح دعامة عقد الدين والدين أفيح ولا تنكرا جهلا نكيرا ومنكرا ولا الحوض والميزان إنك تنصح ولا الحوض والميزان إنك تنصح
ولا الحوض والميزان إنك تنصح. وقل يخرج الله العظيم بفضله من النار أجسادا من الفحم تطرح على النهر في الفردوس تحيا بمائه كحب حميل السيل إذ جاء يطفح. وإن رسول الله للخلق شافع وإن عذاب القبر بالحق موضح. ولا تكفرن أهل الصلاة وإن عصوا فكلهم يعصي وذو العرش يصفح. ولا تعتقد رأي الخوارج إنه مقال لمن يهواه يردي ويفطح. ولا تعتقد رأي الخوارج إنه مقال لمن يهواه يردي ويفطح. ولا تعتقد رأي الخوارج إنه مقال لمن يهواه يردي ويفطح. ولا تك مرجيا لعوبا بدينه ألا إنما المرجي بالدين يمزح. ألا إنما المرجي بالدين يمزح. وقل إنما الإيمان قول ونية وفعل على قول النبي مصرح. وفعل على قول النبي مصرح. وينقص طورا بالمعاصي وتارة بطاعته ينمو وفي الوزن يرجح. بطاعته ينمو وفي الوزن يرجح. ودع عنك آراء الرجال وقولهم فقول رسول الله أزكى وأشرح. ولا تك من قوم تلهوا بدينهم فتطعن في أهل الحديث وتقدح. ولا تك من قوم تلهوا بدينهم فتطعن في أهل الحديث وتقدح. إذا ما اعتقدت الدهر يا صاحي هذه فأنت على خير تبيح وتصبح. إذا ما اعتقدت الدهر يا صاحي هذه فأنت على خير تبيت وتصبح. فأنت على خير تبيت وتصبح. الحمد لله. فهذه منظومة نظمها الإمام ابن أبي داود رحمه الله في عقيدة أهل السنة والجماعة. This is marvelous. This is a book written by Imam Ibn Abi Dawood elucidating the aqidah of Ahl Sunnah wa Jama'ah. Alhamdulillah, Rabbil Alameen. As-salatu was-salam wa Rasul al-Karim amma ba'd. I want to say Alhamdulillah for the opportunity to listen to my daughter recite the second book. So we're counting, inshallah. It's just the beginning. So she's already getting ready for more, inshallah. We ask Allah Azza wa Jalla to make it easy for her. And then we thank the Sheikh for his encouragement and his effort to make sure that she secures it. Ask Allah to reward him. And again, it's an opportunity for her siblings and girls her age and her boys as well. And we can do more, inshallah. And we want to thank Al-Hirz Institute for this great opportunity to bring back what has been, I don't want to say lost, but people don't do these days. So this is the legacy we're trying to bring back. Jazakallah khair. Barakallahu fi. حبرنا هو المجد للولا.